احياني على سهل اللي دوزنا سنين متعدده من بلاد لبلاد ومن دوله لدوله، وكثير من تنتلاقاو عند سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني، ونتجمعوا ونجوا فرحانين وسعدانين الله يرحمه. وخو با عزيز كيفاش تلقيتي الخبر؟ غير هاد الصباح عيطت لي بنتي قلت لي با راه الصعب عبد الرحيم الله يرحمه. ايوا وانا نعيط على الساحه الراقه سي محمد الكلام زوك يهديني فعلا الله يرضي عليه هو اللي جابني دابا. انا راه حاسس براسي باللي راه عند الاسره ديالي، راه حيت كنت انا والزوجه ديالي كنجيو هنايا غالبا بزاف ديال الاوقات ملي كنا خدامين معاه، وفي الوقت اللي كان مريض كنجي انا والزوجه ديالي لهنايا، وكنحسوا براسنا باللي راه حنا وسط واحد الاسره، واحد الاسره صغيره، وكنحس به بحال الاب ديالي، كنحس به اخي، كنحس به الجد ديالي، كنحس به لان منذ نعومه اظافري وانا كنعرف عبد الرؤوف انه فنان مقتدر وفنان كبير بزاف لواحد الدرجه انني كنت نتمنى انني نكون 11 نهار في الخشبه، وتحققت هذيك الامنيه، وخدمنا بزاف ديال الاعمال، بزاف ديال الاعمال لا في التلفزيون ولا في المسرح. اخر مره اللي كنت عنده في الزياره كان حيت دابا انا تقريبا الزياره بقات واخا ما كنجيش بزاف، لان في الوقت اللي كنت كنجي في الوقت اللي فقد البصر ديالو ما بقيتش قدرت نشوفه بديك سميتو بديك الصوره، وكنت كنتبعو بحال هكا فتنسول عليه في التليفون، كنسول عليه كذا هذا، وكان غالبا هو ما تيكون في الانعاش، هو خرج من الانعاش هو رجع للانعاش فيما كان بغي نجي نزورو، تيقول لك هو مشى للرباط. الاغلبيه ديال هاد السنوات الاخيره الاغلبيه ديال سميتو ديال العمر ديالو دوزو غير في الانعاش ودوزو في هذا، وما كيجلسش بزاف هنايا، كل نهار غادي للرباط كيمشي لهذاك المستشفى العسكري. والله سبحانه وتعالى دابا بغاه، دابا راه هو خارج. إن لله وإنا إليه راجعون. دوزناه ان شاء الله، دوزناه. واحد الثنائي. ثنائي زوين، وكنت كنتفاهم انا وياه بزاف، وانا كنت كنعجبو لان كنت فاهم معاه، وكنت فاهم مع الكتابه ديالو، كنت فاهم معاه في اللعب ديالو في كل شيء، لان عندنا كنت فاهمو غير بالعينين انا والسي عبد الرحيم التونسي الله يرحمه ويوسع عليه. شنو هو الاشياء اللي السي عبد الرحيم التونسي كان بغى يحققها وما تحققش الامنيه ديالو وفاش مات؟ شي اشياء اللي كان هو كان كيتمنى انه يدير سلسله التلفزيونيه للتلفزيون ويلعب فيها ادوار مختلفه على عبد الرؤوف، يلعب ادوار اخرى، ولكن ما تحققش ليه. كان باغي يلعب الاب، وكان باغي ودار اعمال مع المخرج التطواني نسيم، دار خدم معاه في ماجد وخدم معاه في فيلم اخر، ولعب ادوار مختلفه على عبد الرؤوف، ماشي عبد الرؤوف، ولكن كانت امنيته يلعب انسبكتور، يلعب اب، يلعب موظف عادي، يلعب. كانت امنيته كيقول لي بغيت نعمل هذا الشيء هذا، ونوريهم بان راه ما بديتش بعبد الرؤوف ولكن بديت بشخصيات اخرى. عاد جات عبد الرؤوف. السؤال المطروح هو شنو الساحه الفنيه غادي تنجيب لنا شي شخص اخر يعني يجسد بحال الادوار اللي كان كيلعبها عبد الرؤوف؟ ما كانش هو عبد الرؤوف بوحده، عبد الرؤوف بوحده، شارلي شابلان بوحده، عبد الرؤوف بوحده، ما كنظنش انا غادي شي واحد غادي يجي غادي يدير ويخدم داك الشيء اللي خدمه عبد الرؤوف. من اللي اخويا ما بقاش كيشوف، جيت عندو هنا للدار وجلست معاه وداك الشيء، وبقى التليفون، بقى التليفون بيني وبين حسان ولدو هو. ايوا هذا ما كانوا بقينا متبعينه في المرض ديالو، هادي حتى جا الخبر ديالو توفى لحق الاجل ديالو، لحق الاجل ديالو. شفنا مؤخرا يعني الساحه الفنيه بدات كتفقد يعني العدد الكبير ديال الرواد المسرح ولا السينما يعني فرد تلو الاخر، يعني واش غيكون الخلاف؟ يعني كيفاش كتنظروا لهذه المساله هذه؟ وهذا تشوف الموت ما عليها هرب، للحق الاجل ديالو كيمشي، كتبقى الاعمال ديالهم، وكتبقى السيره ديالهم الذاتيه ديالهم وشنو داروا، وعندهم واحد الجمهور كبير بزاف كيحبهم
ودابا راه المغرب كله كيترحم على عبد الرؤوف وكيترحم على كاع الفنانين اللي ماتوا. نتوما كفنانه باش كتحتفظوا السي عبد الرؤوف في المسار الفني ديالك؟ عبد الرؤوف هو ذاكره، عبد الرؤوف ذاكره فنيه، عبد الرؤوف هو اش غادي نقول لك، مستر بن ديال المغرب، هو شاري شابلان، هو كل شيء. كان عبد الرؤوف الانسان الوحيد اللي ياكري ديك الشخصيه ديالو واللي كانت كتضحك الملايين. احنا كنا ملي كنمشيو لشي مدينه ما كيمكنش الناس من الدواور كيجيو باش يتفرجوا في عبد الرؤوف. عبد الرؤوف كان اسم وكان انسان طيب، اللي ما تعرفش على عبد الرؤوف على انه كان انسان طيب، كان انسان حنون عطوف على وليداته وعلى صحابه، ولكن الظروف ما ساعدتش على اننا نكملوا، لان مرض مسكين وما بقاش قدرا. حنا بدينا كنكبروا والامور مشات هي هذيك، واحد القضيه اخرى وان عبد الرؤوف يعني ممثل المخضرام، كان ممثل مخضرام، كان عبد الرؤوف كيمثل الشيباني، كيمثل الا انه طاح في هذيك الشخصيه اللي كتضحك الجمهور وبقى فيها مسكين الى يومنا هذا. وكنتمنوا لوليداته الصحه والعافيه، وكنتمنوا لهم طول العمر، والاصدقاء وعزاؤنا عزاؤهم واحد فيهم في وليداته وفي العائله الفنيه بعد بالخصوص، عاد العائله الصغيره ديالو مراته ووليداته. فاش غادي نقول لك، عبد الرؤوف ما كانش بالنسبه لي انا صديق، فكان بالنسبه لي اخ ما كنتفرقوش. تقريبا هاد الدار تبنات وحنا كنتمرنوا فيها، ولكن الله غالب، انا لله وانا اليه راجعون. لا كان الكذوب، كان الكذوب يعني، كانوا كيكذبوا عليه. عبد الرؤوف ما كانش، خاصك تسول الانسان اللي عاشر وعاش معاه. عبد الرؤوف ما كانش كان سيفير في الخدمه، كان في الخدمه في سيفير يعني في التمرين وفي هذا وفي الجوله ملي كنكونوا في الجوله، ولكن في كقلب طيب، القلب الطيب اللي ما تيعقرش حتى شي واحد. كان انسان. شكرا.